اختيار الكومبوننتس القواعد وراء اختيار الريزيستنس كفاليو صغيره امتى وكبيره امتى زي ما كنا بنشرح كده احنا في المسائل بتاعتنا وفي الابلكيشن بتاعتنا. ففي الانفيرتنج في النون انفيرتنج وقلنا ده افضل من ده من ناحيه الانبوت ريزيستنس وعدم التعارض بين الجين والار ان. لكن قلنا هنحتاج ده لما نقول انفيرجن للسيجنال يعني في سيجنال تغير عايز اقلبها خلاص. بعد كده قلنا في حاجه اللي هي الديفرنس امبليفاير اللي هو فيه اثنين ريزيستنس او الاربعه ريزيستنس واثنين امبوت. وانا ساعتها في حاجه اسمها كومن مود وبندور بقى على الكونديشن اللي يحصل او اللي المفروض يتطبق يعني علشان نحصل على ايه؟ كومن مود ريجكشن ريشيو بانفينيتي مع تحصص الجيم الايه؟ انفينيتي احنا فاضيين اللي هو ده ايه؟ طيب فلقينا ان التو ريزيستنس اللي هي ار 2 على ار 1 زي ار 4 على ار 3 وقلنا لو الريزيستنس دي فيها توليرانس هيبقى الكومن مود ما هياش بكام؟ بانفينيتي. ده اللي قلناه فيما يخص موضوع الديفرنس امبليفاير. وقلنا كان احد التوصيلات الفرعيه منه اللي هو مين؟ الانسترومنتيشن امبليفاير اللي هو قلنا امبليفاير ينفع السيجنالز اللي هي ايه؟ الامبليتود بتاعها صغير والسيجنال مش قادره درايف كارنت كبير. فما ينفعش ادخل دايركت على الستوري ريزيستنس بتوع الديفرنس امبليفاير. بعطينا بفر في سكه كل انبوت وسمينا هذا الجهاز ايه بقى او الدايره دي ايه؟ الانسترومنتيشن امبليفاير. بعد كده خدنا السامنج امبليفاير اللي هو بقى بنجمع بدل ما بنطلع يعني وقلنا كتطبيع عليه ممكن نعمل اوفست ادجستمنت يعني انا عايز احرك السجن اللي جايه لي فوق او لتحت فبجمع عليها دي سي. وبعدين الدول التطبيق الثاني اللي خدناه في الاخر اللي هو كان تطبيق ديجيتال تو انالوج وكنا خدنا عليه مثال اللي هو الباينري ويتد اللي هو تطبيق مباشر على مين؟ على السامنج امبليفاير اللي الريزيستور ماشي الريشيو بتاع ال ار 2 ار 4 وهكذا. وساعتها قلنا بقى شويه ستيشن اختيار النمبر بيس يعني ان لو النمبر بيس ده كان كبير هيبقى عندنا مشكله فين؟ في اللارج سكيل اللي بين الريزيستنس الصغيره والريزيستنس الكبيره دي ليها مشاكلها وليها مشاكلها. فقلنا ساعتها في اوبشن مقترح ثاني للنمبر بيس الكبير اللي اسمه ايه؟ اللارج دي تو ايه وانا اظن ان السكشنز دخلت في ايه؟ في الدي تو ايه اللي فيه ار واثنين ار بحيث يبقى دايما مهما كان عدد البيس هيبقى دايما ايه؟ الريزيستنس ار يا 2 ار. فبالتالي اختيار الريزيستنس في حدود 10 كيلو اوم والثاني هتبقى 20 مثلا هيبقى رقم ايه؟ مور كونفينينت فلا في مشكله بقى سحب كرنت ولا في اي اشكال من حكايه الاوفس كرنت والبايس كرنت. النقطة بس المهمة في التعليق الأخير على اللادر ده يعني لو جينا كده نعلق بس كومنت على اللادر دي كويس يعني السكشن حل المسألة على إن هي أنا برضه معتذر عن بعض السكشن اللي ما بقدرش أحضرها من أثناء المحاضرة أو عندي محاضرات جدلية. السكشن الثانية بنحاول أحضر قبل شوية كده سكشن مختلفة. لكن لازم ما بعرفش أحضر لهم بيبقى في عذر إن عندي محاضرات بعيدة. مش يعني في فرصة إن حد يجيبها. الكومنت بس أنا بس أعرف ليه ده يعني كل سكشن أو اثنين ده النظر يبقى كفايه شويه انا بعرف بس يعني الفلو ماشي ازاي ايه اللي تم التركيز عليه ايه النقط اللي بيسالوا فيها كتير مثلا فالواحد بيحاول يستنتج منها حاجه. فمن ضمن الحاجات دي مثلا ما كانش فيه كومنت اللي انا كنت احب اسمعها من الطلبه على الاذر دي وايه يعني احنا عارفين كويس قوي في الماينر ويتد ازاي نميز النص سيجنفيكانت من الليس سيجنفيكانت. يعني احنا لما حطينا الباينر كنا عاملين كده بنقول دي ار طبعا انا فاكر السكشن شرحها ار 2 ار 4 ار 8 ار هي ايه؟ ما كانش بس ايه؟ يتلخبط ان دي ار ورا على 2 والثانيه كانت ار و2 ار. هي كل الخلاف انا ممكن اسمي لك ار ار على 2 اسمي دي ار داش. خلاص او اسمي اللي تحت دي ار داش فكده الثانيه اسمها ايه؟ 2 ار داش واحد فما تقعدش تقلب دماغك من الحته دي هي في الاخر لعبه مقاومه. فلو مشينا كده نقول دي ار 4 على 2 وهكذا بقى لحد الاخر. قلنا ان دي ايه نوت؟ الواحد تحدد ايه ان ماينس 1 اللي هو لو كان نمبر بيس ان يعني فبتبقى اخرانيتي ار على 2 اس ان ناقص 1. خلاص اللي احنا قلنا ساعتها دي اصلا مقاومه ودي ايه اكبر مقاومه. منين بقى اعرف الليست من الموست؟ طبعا مش عشان انا سميت دي ايه نوت تحدد ايه ماينس 1 يبقى دي ليست ودي موست ممكن تكون بالعكس. خلاص هي الليست او الموست بتيجي منين؟ لو انت خدت الاكسبريشن بتاع الديجيتال او اللي
تحويل من باينري للديسمال هو احسن حاجه شبه الديجيتال فولاري انك بتحول ايه الباينري نمبر الى ايه ديسمال نمبر. انت المفروض بتعمل كده ايه نوت زائد او يعني 2 اس 0 يعني زائد دي 1 في 2 اس 1 هي ماشيه كده. نقط لما بتخرج الار اف على الار بره كومن فاكتور بتبان كده يعني. فواضح ان الاخرانيه خالص اللي هي ان ماينس 1 في 2 اس ان ماينس 1 ده اللي هو تحويل من باينري للديسمال يعني بيبقى دي اعلى حاجه في الوزن. يعني لما بتحط انت البيتس كده 0 0 0 مش عارف ايه كده لغايه اخر واحده بتقول ان دي اعلى واحده في الويت بتاع الايه الرقم. لان دي وزنها كام؟ 2 اس 0 ودي وزنها كام؟ 2 اس 1 2 اس 2 يبقى وزن البيت الاخرانيه خالص وزنها في الرقم ايه؟ اكبر حاجه. فعشان كده كنا بنسمي الاخرانيه دي ايه؟ موست سيجنيفيكانت. بالنسبه بقى للسيستم هنا اعرفها ازاي؟ المفروض ان الاوتبوت اللي هنا ده عباره عن الاي اللي ماشي هنا في ريزيستنس صح؟ لان دي جراوند ودي بنعتبرها ايه؟ جراوند زيها. طب التيار اللي ماشي هنا بيساوي مجموعه كارنت سلوب. خلاص كده؟ طب يبقى مين اكبر كارنت ماشي هنا؟ يعني مين اللي بيشترك مع الاوتبوت في اكبر قيمه؟ اللي بيديك اكبر تيار، فاللي بيديك اكبر تيار هو مين؟ اصغر مقاوم. اذا في الباينري ويت الليست معناها مين؟ اللي هي السمولست ريزيستنس، اصغر ريزيستنس قدامك في النتورك هيبقى اللي داخل عليه ده الموست بيت. يبقى ده كده الموست بيت اهو وده الليست بيت على اساس ان دي اللارجست ريزيستنس ودي السمولست ريزيستنس. ده في الايه؟ باينري ويت. فالكلام واضح هنا. من اللادر دايجرام بقى او اللادر تايب دي تو ايه ده ما فيهوش بقى اصغر واحده واكبر واحده كله يا ار يا 2 ار يا ار يا 2 ار. هعرف بقى منين الموست من الليست في الحته دي؟ ما كله يا ار يا 2 ار. احنا كنا بنرسم الرسمه اللي هي موجوده عندك في الشيك مع الكتاب بقى في الترتيب قوي يعني ايه؟ كنت بتيجي تقول عندي سويتش اهو السويتش واصل على ايه؟ اثنين ريزيستنس معاك، كل سويتش من دول يعني واصل على اثنين ريزيستنس معاك. واحدة منهم بتبقى 2 ار او ار او دي 2 ار ودي ار. بتفضل ماشي بقى كده في الايه؟ في الدايجرام بتاعك لغاية الآن. طبعا هو المهم او السيكشن يعني في الشيت راح قايل لك ان دي هي مين؟ اللي هي الموست بيت. جت منين بقى الموست بيت؟ ان هو كان معرف ان ده اسمه ايه؟ ان ماينس 1 بس. الرسمة هو بيحلها لك سمى ده ايه؟ ايه ان ماينس 1 حتى اخر واحد على الشمال خالص سماها ايه مو. طب هنا بقى القرار بتاع ان ده اشمعنى ده نص وده مش هو النص؟ ما هو انت هنا مش باينه بقى. القصه جايه منين بقى؟ انك انت كنت بتعمل زي ما فاهمها كده في الحل بتعمل باي سوبر بوزيشن تاخد كل واحد لوحده وتعتبر الباقي كام؟ بصفار. فتلاحظ ان اقرب واحد للانبوت بتاع الاوب ام اقرب سويتش للانبوت بتاع الاوب ام ماشي كده؟ بيجي لك منه جهد عند النقطة دي لو سميناها مثلا في اكس سي مثلا بي اكس على 2. أنا فاكر إن هو كان جايبها لك كام؟ بي اكس على 2. واضح جدا إنك لما تمشي على الشمال بقى كل ما تدخل سويتش جديد معاك هيجيب لك هنا فولتج دروب الأول بتاعه أو نتيجته يعني. وبعدين يبدأ يعمل إيه؟ يتقسم تاني عشان يجيب لك اللي هنا. فواضح إن هو عمال بيعمل إيه بقى كل شوية؟ بيقلل لي الجهد اللي جاي من هنا للقدام. يبقى معناها ان اقل واحد في الشير هو مين؟ اقل واحد في المشاركه يعني هو مين؟ اللي هو اخر واحد ابعد واحد عن الاوبام. يبقى الموست بيت هتبقى اقرب واحد للاوبام والليست بيت هو ابعد واحد عن الاوبام. خلاص؟ فده ايه الملاحظه الاولى يعني اللي هنا بقى الكومنت الاولانيه ايه؟ ان الموست بيت اللي هي النيرست سويتش تو اوبام اقرب واحد اللي هو قبل يبقى ده ايه؟ السويتش اللي عليه الموت. طبعا احنا قلنا ده الموست يبقى ليست معروف يا فين. الحاجه الثانيه طبعا زي ما قلنا لك في السكشن ان عدد المقاومات هنا ضعف عدد الايه؟ لان هنا كل بيت عايزه كام مقاومه؟ اثنين. هنا كل بيت عايزه مقاومه واحده. التو ريزيستنس اللي هنا او التو ان ريزيستنس هنا ايه ريزيستنس؟ الانتجريتد سيركت بقى الناس اللي بتشتغل في الانتجريتد سيركت ما يهموش عدد المقاومات يهموا قيمه المقاومه كده. يعني الاريا الكبيره بتبقى مشكله في مين؟ لما المقاومه تبدا ايه؟ تكبر. لان هو في الاخر المقاومه بيعملوها ازاي؟
قام بيعملوا زي الانتجريتنج سيركت زي ما تعرف ده في المصطلح البي دي سي وكده. ان هو بيفترض ان عندي يا ان سيمي كوندكتور يا ان تايب يا بي تايب. مجرد ما يبقى عندك ان تايب او بي تايب يبقى انت عملت كونتاكتيف، يعني خليت السيمي كوندكتور ده يبتدي يوصل. وانس ان هو بدا يوصل يبقى كانه زيين على طول. زي ريزيستنس. الفاليو بتاعتها تعتمد على ايه بقى؟ هو بيروح جاي كده جايب بار اهو ان تايب خلاص؟ الان تايب ده لو هو رسم بقى كده يعني عشان بس نبين ان هو ايه زي دايمنشن هيبان كده. فهيبان لك بقى ان دي السيجنس بتاعته اللي هي دي وده الدبليو اللي هو الويكس وده اللينس اللي هو الاريا. فتبقى لو التيار ماشي بقى كده عمودي على الشيت ده تبقى المقاومه اللي انت شايفها كده ده كده كونتاكتور، ده زي حته نحاس حته حديد. كل الحكايه بس ان الريزستنتي بتاعتها مختلفه عن بتاعت مين؟ النحاس والحديد. فانت المفروض عارف ان الريزستنس اسمها رو في ال على ال. الرو ده اللي هي دي بقى الريزستنتي بتاعت مين؟ بتاعت السيليكون. يعني بدل ما اقول دي الريزستنتي بتاعت النحاس او الحديد او الامونيوم دي بتاعت مين؟ بتاع السيمي كوندكتور اللي انت شغال عليه اللي هو ان تايب او بي تايب اللي هو سيليكون او جرمانيوم اللي هو تراديشنال يوز يعني. فالال اليمين اللي مطلوب ده الال اليمين بقى اللي هي المساحه العموديه على الكم اللي هي هتبقى مين بقى؟ دي هتبقى دبليو دي. فلو انت بقى اشتغلت يعني زي ما تسمع قدام او حاليا تسمع شويه يمكن من الدكتور كريم يقول لك المينيمم فيتشر لينس او اللي هو ايه اقل ال يقدر يشتغل بيه، انت دايما شغلك كله في النص تكنولوجي بتاعت الديجيتال حاجه اسمها دبليو على ال. وبيعمل حاجه اسمها ريسايزنج، يعني بعد ما تعمل الجيت تقول ايه؟ غير الدبليو على ال بتاعت الترانزستورز عشان تبقى شبه بتاع اللي اسمه ريفرنس انفرتر. يعني في قصص في الاتجاه، فكله بيروح ناحيه ايه بقى؟ ان في حاجه ثانيه اسمها ديبندنت على مين؟ على الدبليو على ال. فهم لما بيجوا يصنعوا الدواير يقول لك في عندنا مشكله اسمها المينيمم لينس، يعني اقل بعد على السيليكون. اقل بعد اعرف انفذه فيزيكالي بالايه؟ بالنصاب بالتولز اللي عندي بالاجهزه بالمكن اقل لينس اعرف اعمله كام؟ حاليا بيتكلموا على 22 نانو، يعني التكنولوجي اللي شغاله حاليا بيسموها كام؟ 22 نانو، احنا طبعا لا شفنا 1 مايكرو ولا نص مايكرو ولا 250 مايكرو عشان نبقى عارفين مين؟ ال 22 نانو دي كام؟ احنا بعيد خالص عن ان ايه؟ احنا نخش في اتجاه ده لسه. دي مصانع كبيره وانفستمنت عالي ما اظنش العالم هنا ايه هتفكر في الكلام ده دلوقتي. احنا يا دوب ناكل. فلو احنا بس بنتكلم على ان احنا بنقول انه هيديك في المساله او هيدي لك في الديزاين بلاش تقول المساله عشان ما تروحش ناخد انك تحرق خلاص. هيقول لك المينيموم لينس كذا. هيدي لك ايه المينيموم اقل بعد اعرف اعمله كذا. فواضح ان في الرسمه دي مين هو اقل ابعاد هتاخدها؟ اللي هو ال دبليو دي يعني هم دول افضل بعدين عندك. فلو مدي لك انا فور اكزامبل ان اقل بعد مثلا 1 مايكرو متر. بس طبعا برضه لما تتخرج ما تجيبش سيره ان ايه؟ ان اللينس كام؟ واحد يعيبوا عليك بقى على طول يقول لك ده انت ايه متخلف يعني. يعني ما فيش حاجه زي كده خالص ده 1 مايكرو ونص مايكرو كله شغال على يعني داخلين على 2 بقى ال 22 نانو قريب يقولوا ان الموس هيوصل لاخر يعني هم كفيزيكال بقى ايه؟ هيقف يقول لك ما نقدرش نوصل اقل من كده يروح يدوروا بقى على حاجه ثانيه اسمها الجاري بارسنايت بقى يعني ايه هيغير التكنيك خالص وهيوصل لاخر النص. انما لو احنا قدم الكلام ده يبقى كاننا 1 مايكرو في 1 مايكرو. ولو انا بدي لك بقى الرو ادي لك برقم يعني يبقى عن طريق معرفتك لقيمه الارض طلع مين؟ الابي. في اكزامبل مشهور كنا بنديه زمان 30 كيلو اوم وادي لك ارقام دول بيطلع ان الترانزستور او اللينز اللي انت تطلعه ده يبقى تروح تجيب منه الاريا بتاعت الحاجه اللي طلعت الاريا دي قد 1000 ترانزستور. يعني لو ما اعرفش اعمل مقاومه كام كيلو؟ 30 كيلو اللينز اللي هيطلع لي من الحسبه انت عندك الترانزستور بتاعك اللي هو بتاع الموز بيمسكوه كده ده البي سبستريت وده ان بلس وده ان بلس ودي اللي بيسموها ايه؟ والدبليو اللي هو العمود يعني ده الترانزستور المصري. الاريا بتاعت الترانزستور ده كام؟ دبليو في ايه؟ فالترانزستور لما بيصنعوه ويصنعوا مصادر مقاومه قيمتها كام ايه؟ 30 كيلو اوم بالرولز اللي احنا كاتبينها دي بيطلع الاريا اللي خدتها المقاومه قد 1000 ترانزستور.
عشان كده اللاجر ده ما عندوش مشكله في الديزاين في الانتجريت سيل، لانه اهم حاجه ان هي تحط مقاومات صغيره. خلاص؟ انما هنا ده بقى كارثه، لما اقول ان دي مش عارف كام، ودي احنا المره اللي فاتت لو خدت الصغيره دي رقم معقول تطلع الكبيره دي ايه؟ رقم فيه مشكله، لو خدت دي رقم معقول تطلع الصغيره دي ايه؟ رقم فيه مشكله، فعشان كده قلنا نروح للاجر. فاللاجر تحط المقاومات زي ما انت عايز، ممكن دي تبقى 1 كيلو ودي 2 كيلو. هيبقى فرحان في الانتجريت سيركت وحط من دي بقى 20 50 مش فارقه معاه قوي. في ناس بتعمل الديجيتال كوانتم تلسكوب بدل ايه؟ ريزيستنس كارت. يعني ايه سجن عليها واحد؟ طبعا اللي هي الجمل مود يعني، لكن انت هيبقى عندك ايرور جاي من الكابلنج اللي بين طبعا هو لازم يبقى فيه، بس هو بيترايف الديزاين الكلام ده ايه؟ يقل قوي الكابستنس دي قليل عن طريق الايه قوي يبقى بيرفكت، يعني الحاجات دي رايحه عشان ما يبقاش القصه دي ايه؟ عامله له قلق. النقطه بقى المهمه، هل الكلام ده كومبير الكلام ده اللي هي الكومبير دي الاخيره ما فيهوش عيوب؟ يعني هل ده بقى قصاد ده ما فيهوش اي ديس ادفانتج؟ فنقول ان يبقى ده على عيننا وعلى راسنا وده تحت رجلنا، يعني ما حدش يفكر فيه بقى. مفيش حد في الدنيا يعني حتى في الديزاين يعني ما يبقاش فيه ديس ادفانتج، لازم يبقى في حته عيب صغيره. قبل ما اقول لك ايه تصورك عن العيب اللي هناك، اوعى دلوقتي تقول لي عدد المقاومات كام؟ ما تعملش بقى زي الناس الصغيرين كده ما تصدق بقى كده حاجه وكذا، تقول لك ده دول ان ودول كام؟ يبقى العيب بتاع انه عدد المقاومات فيك هو دي طلعت مش عيب، ما عندوش مشكله في خط. حط زي ما انت عايز مقاومات بس كام صغيره. اهم حاجه عنده في الانتجريتد سيركت تحطهم كام صغيره. ايه في رايك الديس ادفانتج هنا؟ لو في ايرور مثلا في الانوت، يعني لو في ايرور في المقاومات حد الانوت الايرور ده هيقعد يبطل. الايرور تقصد التولرنس يعني بتاع المقاومات ولا تقصد ايه؟ زميلكم بيقترح يعني اقتراح يستاهل يفكر فيه، يعني لو الريزيستنس اللي انا حطيتها دي فيها ايرور 5% 1% 2% مثلا، هي الايرور اللي في الاخرانيه خالص هيبروباجيت لمين؟ لحد قدام، بينما هنا كل شغالين داخلين ازاي كده؟ بلد ما فيهاش العلم اللي زي ده يعني. هو انت قربت بس مش هي دي الاجابه. اللي رد بس على الدكتور بس ما عندناش قلق فيها ليه الكلام ده، لو انا شغال ديسكريت. يعني لو انا هجيب المقاومات دي ديسكريت هيبقى فيها تولرنس اللي هو 10% و5% ودي غير دي ودي ما اعرفش ايه. الكلام ده كله انتجريت سيت. فالاكيوريسي فيه ايه؟ عالية قوي، يعني ما حدش بيعمل اللاجر ديسكريت، ما حدش يشوفه بقى. اللي هو احنا بنعمله في المعمل مش عامله ايه؟ مش عامله ديسكريت، اسهل يعمله ايه على طول؟ باينري، يعني ده اسهل لليوزر انه يعمله بايديه لو هو حب يعمل. لكن ده اصعب في الديسكريت، لكن ده كويس جدا في الانتجريت سيت، فالايرور ده قليل شويه او ممكن نجلد. انما الحاجه فتحت الباب تحت الاجابه اللي جايه دي. لو السيجنال اللي انت كلها ايه؟ مثلا يعني افترض ان هم واحد 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 مش عارف ايه لغايه الاخرانيه دي صفر. وبعدين قلب في اللوجيك اللي بعده انها صفر صفر لغايه الاخر وده واحد. ماشي؟ السويتشنج بين الباترن ده والباترن ده على كل الانبوتس ده بيتم في نفس الوقت ولا في اوقات مختلفه؟ يعني لما بيقلب من واحد لصفر ده واحد لصفر مش ساعتها ده برضه بيعمل ايه؟ بيقلب من صفر لواحد، يعني كلهم ات ذا سيم تايم بيعملوا ايه؟ بيقلبوا مع بعض. تعالى هنا بقى. تعالى هنا بقى في اللادر دايجرام. اللادر دايجرام ده ايه مشكلته بقى؟ ان انت بص كده اخر بيت على الشمال الناحيه دي. فلو انت دققت النظر شويه هتلاقي ان اخر بيت نتيجتها هتبان عند الفي بلس بعد دليل كل شويه. صح؟ يعني لو دي اتغيرت من واحد لصفر او من صفر لواحد التقسيم بتاعها هيبان عند النقطه بتاع البي بلس او البي ماينس انت بعد دول. نتيجه ان هو في اخر الايه؟ في اخر الدايجرام عبال ما يبروباجيت عبال يعني اللي هو الدليل اللي بيحسبه بقى عبال ما يبروباجيت لحد ما يوصل لحد هنا ياخد ايه؟ سيرتن تايم. طب ايه العيب اللي في كده بقى؟ ان ممكن جدا البنس الاولانيه دي تقلب اسرع من مين؟ اسرع من اللي قبله. يبقى الاوتبوت اللي هيبان هنا هيبقى
اوتبوت الصح ولا انترميديت اوتبوت، يعني هو ايه كان عند باتر معين قلب لباتر تاني في شويه هيقلبه وبرجع لمين؟ على شويه من الاخر. يبقى معناه الاوتبوت بتاع الفيديو ايه؟ ده شايف ايه؟ بتاع الهوم قلب يعني. هيبقى شايف حاجات بتتغير في النص كده. خلاص؟ قبل ما يثبت على الجيران مين؟ السليم. يبقى معناها ان السبيد هنا يعني المفروض بقى اغير الانبوت كده بسرعه زي ما بغيرها هنا ولا استنى ابطا هنا شويه بقى؟ يعني لو انا بعت هنا باتر اما اجي اغير الباتر اللي بعده استنى شويه. يبقى الديلي هنا ايه؟ اوحش من الديلي هنا. فبالتالي الناس اللي عايزه سبيد عاليه هيروح لمين؟ الباينري ويت. الناس اللي مش السرعه هتضايقهم شويه يبقى يروح الباينري، مش كده يبقى يروح لمين؟ يعني واضح ان انت لو اشتريت دي تو ايه من الباينري ويت واشتريت دي تو ايه من اللادر هيطلع الباينري ويت اسرع من ايه؟ من اللادر. فالسرعه هنا هتفرق اللي هو زي رد على فكره ان الايرور اللي في الاخر هيبروباجيت، هي مش الايرور بقى هي مين؟ السويتشنج بتاع البيت ان هو هياخد وقت شويه. حتى مره كان في مساله بنعملها ان احنا نديك بدل ونكتب على بدل نتاني ونشوف ايه اللي هيحصل. هنلاقي في النص حصل هنا ايه؟ شويه قرايات نتيجه ان في فروق في الدريز ما بين البيتس وبعضهم. يبقى المفروض ان انا اعمل زي ما يكون هنا ايه؟ سويتش. ما يشغلش الاوتبوت الا امتى؟ يعني زي ما يكون كده يعني ان انا اروح كاني عامل هنا سويتش في النص. ما اخليش القرايه اللي هنا تطلع هنا اللي هو الاوتبوت بقى اللي هيروح للناس الا لما يحصل ايه بقى؟ اما اطمن ان كل البيتس دي ايه؟ انا بيتلس حتى بيبقى فيهم مين؟ الاخرانيه خالص دي، يبقى كاني باخر نفسي شويه. خلاص؟ فده العيب اللي هو بتاع اللادر اجينست مين؟ الباينري. دكتور هو كده لو انا فاهم صح يعني لو البيتس قلبت ساعتها هاخد قرايه غلط؟ اه هو كانك انت ايه؟ مثلا يعني كنت واحد مش عارف كذا والمفروض انك قلبت على مثلا يعني واحد زيرو واحد مش عارف ايه؟ لا هتلاقي دي قلبت زي ما هي دي قلبت خلاص؟ بدري عن مين؟ عن دي مثلا يبقى معاه لك شايف مين في النص؟ واحد زيرو ومين؟ وزيرو في لاية هتطلع قصاد ده. ايوه انا بتكلم السويتش ده منع ان البيتس اصلا. لا انا مش هاخد القرايه، لا مش منع. أيوة. انا مش هاخد القرايه هنا الا بعد ديلي كبير شويه يكونوا كلهم قلبوا. هو انا كده اتاكدت ان انا خدت القرايه القديمه اصلا؟ ما انا دلوقتي خدت قرايه عند دي 1 ما اخدش قرايه بقى هنا اهو عند دي 2 يعني ما اقفلش السويتش ده تاني عند دي 2 الا اذا طمنت ايه؟ كله ان كل دول قلبوا. فانا بحاسب الديلي يعني اعمل لها طريقه يعني بس ده عيب يعني الصوت التاني في الاجمال في الاخر كان في ديلي هخسره يعني. مش انت ده غلط يعني هي بروباجيت كده مش ما اي نقطه مع الثانيه في بلاسات انت بس تنسى. انت طول ما انت معدي جوه السيريز دي كده بتعدي على شويه مكثفات مش مرئيه يعني. اي كوندكتور مع الجراوند بيعمل ايه على طول؟ اي كوندكتور مع الجراوند لازم فيه حاجه اسمها الستريت بس. ده مش انت حاطه فيزيكال ده هو جاي لك كده يعني ايه ابتلاء من الله يعني هو جاي لك من الدايره كده. انما مش انت بتحطه بايديك. لا ده الدايره غصب عنك هتفرض عليك ان هيبقى في رقم زي ده. انت بتجتهد في الليل قوي ان ده يعمل قيمته ايه؟ تقل. ده انت بتجتهد جامد ان ده يقل. خلاص؟ والناس اللي هي برضه عشان احنا ايه بنفسد المحاضره الناس اللي بتشتغل في الليل قوي دي اكتر ناس بتهبط فلوس في الشركات. الناس اللي بتشتغل في الليل قوي اللي هو يقعد بقى يقول لك بالرسمه دي ماليش دعوه بالديزاين. ماليش دعوه انت بتديله ديزاين وكل بقى رص مكونات جوه الدايره بحيث ما يحصليش ديلي او يبقى ديلي قد ما يمكن بحيث مش عارف الافكت بتاع ايه في النويز ما ياثرش عليا يقعد يعمل كده. فالتاني بقى يقعد زي الجماعه بتوع عماره كده اللي هم بيقعدوا يبصوا لنا من فوق كده خالص اللي بتوع عماره بالذات بيحتفظوا كل اللي في الكليه قاعد باصص لك من فوق ان ايه يعني يجي يبص لك على اللوحه كلهم شفتوا كده في عينك يروح باصص لك على اللوحه كده ويقول لك ايه دي ما تستاهلش 6 ولا 10 دي مش عارف. طب انت قلت بناء على ايه؟ مفيش هنا رولز بقى مفيش يعني ايه زيادة كده متعودين ايه 1 2 3 ما تاخدش يبقى غلط مش عجباني خالص. انا شايف ان ايه؟ ان انت ما حطيتش البتاع المنظر ده هنا كويس. التاني بقى بتاع ليه اوت ده زيه بس عنده قواعد ازاي يقلل النويز؟ ازاي يقلل الكباستنس؟ فبيقعد يتعب دماغه ازاي يحط المقاومات مع الهوم امب جنب بعض؟ خلاص؟ فده
اكتر واحد فعلا بياخد مرتب، ودول اقل ناس في الفيلد، يعني دول ناس قليلين قوي. لما بيقعد يعمل هنا استادي كبيره قوي بقى الحاجات اللي هي بتعقدها كده، الترانسميشن لاين والالكتروماجنتيك اللي انت بتقعد تتاكد من حلها، هو بيقعد يحل المشاكل دي عشان يعرف يقلل الكلام ده ازاي. فبرضه في نصيحه ليك، يعني كنت من الناس اللي ما بتترجعش شويه من الالكتروماجنتيك والترانسميشن لاين والمعادلات الرياضيه بتاعتها، انصحك انك تحط الفيلد بتاع الاي اوت والبي سي بي والحاجات دي في ذهنك، لانك هتعوض اللي انصرف عليك في الموضوع ده اضعاف 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 ما تتخيل. خلاص يكفي ان الناس هتطلبك بالاسم، يعني عايزين الناس تجيب اسم، يعني الواحد ما يعرف ان في واحد تخصصه في الاتجاه ده بياكل. خلاص ده اللي عنده بروبلم كبيره قوي فين؟ في ال يبقى بما ان عندك نيجاتيف فيدباك
يبقى معناها بي بلس تساوي بي ماينس تساوي جراوند، ونفس الكلام برضو اي بلس تساوي اي ماينس تساوي زيرو. يبقى معنى الكلام ده ان ايه؟ ان عندنا الاي اللي ماشيه هنا اللي هي اي 1 هتبقى زي اللي ماشيه هنا في الاثنين دول اللي هنسميها اي 2. يبقى اي 1 تساوي اي 2. هذا الكلام لو عملته يطلع على طول ان البي اوت على البي انبوت يساويه على طول ماينس زد على ار 1. يعني زي الانفرتنج امبليفاير، بس بدل ما كنا بنكتب هنا ار 2 هنقول مين؟ زد على ار 1. هي بالظبط. كل الحكايه بقى تعوض عن زد تكون ان هي عباره عن مين؟ اللي هي ار 2 بدل الكباسة دي، يبقى تطلع ار 2 جو 1 على اس سي على ار 2 زائد 1 على اس سي. فلو حبينا نسمبليفاي المعادله دي شويه نطلع ار 2 على اس سي في ار 2 زائد 1. يبقى كان بقى البي اوت على البي ان هتساوي، تبقى هناك احسن بقى ماينس اهو، هنقسم بقى ده على ده يبقى ار 2 على ار 1 في 1 على كام بقى؟ اس سي ار 2 زائد 1. عادة الناس بتفضل في المعادلات اللي فيها اس دومين يعني يبان الاس لوحدها. فتطلع كده ماينس ار 2 على ار 1 اقسم بقى يبقى على مين؟ اس سي ار 2 كأنها 1 على ار 2 سي على اس زائد 1 على ار 2 سي. طب ده الاكسبريشن النهائي بقى. فبان في الاول مره الترانسفير فانكشن يبان فيها ايه؟ الفريكونسي او الديبندنس على الفريكونسي عن طريق مين؟ الار اللي هي السي اللي هنا دي. واضح جدا برضه ان احنا اذا عمدنا نكتب لك المعادله في صوره يبان فيها الترم اللي اسمه كام؟ ار 2 على ار 1، لان عشان نفكرك ان دي زي مين؟ الانفيرتنج امبليفاير. انت عشان تتشيك حتى شغلك اول باول ده مسك المسائل بتاع الوقت لو حطيت اس بصفر خلاص يبقى رجعت لمين؟ اللي هي الحاله اللي ما فيهاش كباستور. خلاص يبقى لو حطيت اس بصفر يبقى البص ده راح مع المقام تفضل مين تاني؟ ار 2 على ار 1. فكان انت ايه؟ مفيش ديبندنس على فين؟ طبعا اس بصفر معناها الكباستور ايه؟ هو بنسمي ما هو اس بصفر معناها دي سي، فيبقى معناها الكباستور اللي هو 1 على اس سي يطلع بكام؟ بانفينيتي، فيبقى كانها ايه؟ اوبن سيرفر. واضح كده يا جماعه؟ ليه سموها بقى سنجل بول؟ عشان اس مرفوعه للاس كام اهو بقى؟ 1. او سنجل بول او يسموها زي ما يسموها بقى ايه اللي هي الفيرست اوردر هو سنجل. طب لو انا بقى جيت رسمت الماجنتيود بقى اللي يهمنا في الحاجات اللي زي كده بنعمل ايه؟ الاول هنقول بقى كان لو انت عايز تقول بي اوتبوت على بي انبوت از فانكشن اوف اوميجا. يبقى العوض عن ده يطلع كده نيجاتيف ار 2 على ار 1 في 1 على ار 2 سي على جي اوميجا زائد 1 على ار 2 سي. فلو جيت قلت بقى الماجنتيود بتاع بي اوت على بي ان يطلع ايه؟ الماجنتيود بقى يطلع كام؟ ار 2 على ار 1 في 1 على ار 2 سي على الروت بتاع كام بقى؟ اوميجا سكوير زائد 1 على ار 2 سي سكوير. مش كده؟ الفيز شيفت يتحسب ازاي او اللي هو بيسموها بقى انتوا اللي هي جي سيتا دي وقت. يعني هو بقى بيروح جايب الامجن يقسمه على مين؟ على الريال عشان يجيب له ويجيب التان بتاعها فيقول لك ده الايه؟ الفيس بتاعنا كام؟ طبعا هو الفيس مش هيطلع بقى 180 درجه بسبب دخول مين؟ الاس بقى او جي يعني كده الفيس هيبتدي يفرق شويه عن كام بقى؟ انه جاست ان هو انفيرجن هيبقى كانه 180 درجه بلس كام؟ بلس اللي هيجي من تاثير مين؟ الاوميجا بتاعتك دي كام؟ بس احنا دي مش في معرض ان احنا نتكلم على الفيز، احنا نتكلم على الماجنتيود. لما اجي ارسم بقى الماجنتيود مع الفريكونسي كده اهو. عند الزيرو اللي هي نقطه البدايه بتاعتك يبقى كانك حاطط اوميجا بكام؟ بزيرو بيطلع كام؟ ار 2 على ار 1 اللي هو هنا ده كده. ده كده اللي هو ار 2 على ار 1 وهو ده اللي بنسميه دي سي جين. لانه ده عباره عن الجين بتاع الدايره لما الاس كان بزيد فبيسموه دي سي بي. لكن لاحظ بقى من المعادله بتاعتك ان الاوميجا كل ما تزيد كل ما الجين ده يعمل ايه؟ هيبتدي ينزل بدليل ان هو عند اوميجا انفينيتي اذا فرضنا خدنا الليمت يعني يبقى الكلام ده يروح لكام في الاخر؟ للزيرو. فكان الكيرف هيمشي كده كانه بقى هي هي ايه؟ هي هي ابروش الاكس بتاعي بس عند انفينيتي. في عندنا نقطة مهمة أوي اللي اسمها إيه؟ الكلام ده ديسيبل بوينت.
اللي هي ان الجين ينزل لكام؟ لواحد على روت 2 من الجين الاعلى حاجه عنده، اعلى حاجه عنده ايه؟ هنزل هنا بقى لواحد على جذر 2 من اربعه على 1. لو اشتغلت الديسيبل تبقى دي كام؟ اللي هي بنسميها 3 ديسيبل. يعني لو قلت بقى 20 لوج يعني المعادله بتاعتي يبقى كده انا نزلت كام لما خدت واحد على جذر 2؟ 20 3 ديسيبل. لو عوضت في المعادله بتاعتي عن اوميجا بتساوي 1 على ار تو سي يوم يطلع الكلام ده بكام؟ يعني لو احنا خدنا اوميجا هي 1 على ار تو سي يبقى كده الكلام بيطلع ايه؟ يعني 1 على ار تو سي بس سكوير فطلعها بره الايه؟ الروت هتروح مع مين؟ مع اللي موجوده فوق ويبقى تحت الجذر هنا كام؟ 2 يبقى كانها كام بقى؟ 1 على جذر 2 من كام؟ من ار تو على ار تو يبقى الكلام ده هيطلع عندنا ايه؟ اوميجا بيسميها الاوميجا سي نسبه ل 200 متر ده توف فريكونسي يبقى كان بقى الثلاثه ديسيبل بوينت ات اوميجا تساوي اوميجا سي اللي هي بتساوي 1 على ار 2 سي يبقى كفريكونسي يبقى اف سي بقى اللي بيسموها ده توف فريكونسي لان احنا بنتعامل مع الفريكونسي مش مع الاوميجا هتطلع كام بقى؟ اف سي اللي هي كام بقى؟ دي 2 باي اف سي يبقى دي كده 1 على 2 باي ار 2 سي. دي الاف كتوب بتاعت الدايره بمعناها يعني ايه؟ الاف كتوب بتفهمه في ايه؟ بس بيقول ان هو انا افترض ان من اول الزيرو لحد اوميجا سي دي او اف سي كان الجيم كله بكام تقريبا؟ باربعه على اربعه، كان بيفترض ان الحته دي فيكسد خلاص ما بيقعدش تاخد نقطه قد ايه يعني؟ بيعتبرها فيكسد لحد كام؟ اوميجا سي، وبعدين بدا ينزل كام؟ النزول الكام ده المهم عندنا بقى ان هعرفه بحاجه اسمها بينزل كام ديسيبل بير ديكيد. الديكيد اللي هو بمشي كام؟ 10. فلو انت عرضته بالاقطار طبت عند اوميجا معينه وبعدين خدت عند 10 على 10 وخدت 20 لوج فرق بين الاثنين يطلع لك ان المسافه دي كده 20 ديسيبل بير ديكيد. يعني بعملها ازاي دي؟ بروح جاي لو قلت ان دي اوميجا سي اروح واخد 10 اضعاف اوميجا سي وعرض المساله بتاعتي وبعدين اخد 20 لوج الاولاني ناقص 20 لوج الثاني هيطلع لي رقم هيبقى ده الميل بتاع الخط يعني الخط نازل كده فين كام؟ 20 وانت هتعرف قدام بقى في الكنترول الفوت دايجرام بقى اللي بتاخدوه في الكنترول او حاجه كده ان ايه كل ما يبقى عندي اس مرفوع على الاوردر واحد مثلا انزل 20 ديسيبل بير ديكيد لو هات اس سكوير يطلع 40 ديسيبل بير ديكيد لو اس تبعيد يقول لك 60 ديسيبل بير ديكيد يعني كل ما ارفع النص درجه النزول ده يبقى ايه؟ يبقى مبشر يبقى معناه من مصلحتي كفلتر اعمل ايه في الاوردر؟ من مصلحتي انا كفلتر اعمل ايه بقى في الاوردر؟ ازوده عشان كده هتعرف في الترم الثاني بقى لو في كورس كامل عن الاكتف سيركتس اللي هي الفلترز وغيره ان اهم حاجه عندهم يزودوا مين؟ الاوردر بتاع المعادله يعني كل ما ازود الاوردر كل ما تجيب بدايه الكلام ده معناه انه بيابروتش الايديال فلتر انت عايز الفلتر يعدي لحد اوميجا سي وبعدين يعمل ايه؟ ينزل بزيرو بقى لو قدر إيه بس هي دي ما اعرفش فبنزل على قد مره خلاص احنا هنا خدنا بس مثال على ان اسمه سنجل بول ايه؟ اللي هو في السنجل بول فلتر او سنجل بول لوبر فلتر هو ده محايدات يعني حاسس بالعادي زميلكم بيسال بقى طب ما احنا خدنا او يعني كنا نعرف ان الام سيركتس مش هنعمل فلتر يعني ان انا لو حطيت ار وسي كده ادي سي وادي ار والقرار ده الان وده الاوتبوت كانت العلاقه اللي هتطلع بينهم ايه برضه؟ هي برضه فلتر ماشي بالرسمه دي خلاص؟ وبينزل برضه عند واحد على جذر 2 عند كام؟ عند واحد على ار سي زي ده كده بالظبط يعني طب ايه الفرق بقى بين ده وده؟ اذا كان يعني ده ينفع يقضي الضرر طب ده خصوصا كمان ان الاوميجا هنا نفس الاكسبريشن بتاع ايه؟ يعني ما حصلتش على اوميجا افضل اللي هي نفس الكلام ار سي زي ار سي بس الاداء بتاعك اختلف ايه؟ الجيم الدايره دي ماكسيموم جيم بتاعها كام؟ واحد يعني قد دي سي ده يبقى ايه؟ قد الدي سي الكباستور يبقى ايه؟ اوبن سيركت ده ما فيش كارت ماشي بقى الاول بتاع الاخر بالايمون اذا اعلى جيم في الدايره هنا كام؟ واحد عشان كده ما سموهاش اكتف ما سموش الدايره دي ايه؟ اكتف لان ما اعرفش اخد اوتبوت اعلى من من الانف ما اعرفش الدايره دي ما تعرفش تعمل لي كده فبيسموها باسيف فلتر الدايره دي كده بيسموها باسيف
فلتر. السبب في كده ايه؟ ان الاوتبوت اقل من او يساوي الان. يعني ما ينفعش الاوتبوت يزيد عن الان. انما انت شايف من الرسمه دي بقى ان الان دي سي الاوتبوت طلع كام بالنسبه للانبوت؟ هتطبع على اكبر وتحطهم زي ما انت عايزه 10 مرات 5 مرات 20 مره ايا كان. عشان كده سموها ايه؟ اكتف فلتر. ليه اكتف بقى؟ لان الاوتبوت طلع اكبر من ايه؟ المعادله بتقول كده الاوتبوت ممكن يطلع اكبر من انبوت بدليل ان الريش منهم كام اهو؟ اطبع حط الاطبع على اكبر زي ما انت عايز يطلع لك الاوتبوت بتاعك من انبوت زي ما انت عايز. فيسموا الدائره دي كده اكتف اهو لو بس فلتر. بينما يسموا ده بس فلتر. فده الفرق الواضح اللي بينهم هما الاثنين يعني. ماشي كده يا جماعه؟ فدي الدائره عندك ايه؟ زي ما انت قلت لو انا جبت الدائره دي كده وحطيت وراها الاوب ام هيبقى طالع الكيرف اللي مرسوم زي ده كده بس اعلاها كام؟ واحد. لما يعدي على الدائره بتاعت الامبليفاير بقى اللي هو حطها بعديها هيديه نفس الرسمه بس مضروبه كام؟ فمضروبه على اول اذا هي هي. يعني لو انا جيت حطيت ورا دي كده اوب ام بمقاومتين كده وسميت بقى ده بي اوت مش ده يعني هيطلع لك الاول الاوتبوت بتاع الانبوت هنا دايره بس الجين بتاعها اقصى حاجه كام؟ واحد. هضربها بعد كده في جين كام بقى؟ هتطبعها على الارض اذا هيطلع لك الترانسفير فانكشن بتاع دي وبعد كده هضربها في كام؟ هتطبعها على الارض هتطلع حاجه شبه دي صح؟ فزميلكم بيقترح يعني تفرق يعني لو عملتها كده تبقى صح؟ صح. طب يعني نستعمل دي ولا نستعمل دي؟ طب ما قلتوش هنستعمل دي عشان الدكتور اللي رسمها لنا وقال ان دي اللي اسمها سنجل بول لو بصيت ممكن تقول انا استعمل دي عشان انا اللي قلتها احط يعني انا استعمل دي عشان انا اللي اقترحتها خلاص ممكن اعملها باسمك بس نقول ان الدائره دي بتاعت زميلك عايزك انت بقى علشان الديفنس على اللي انت بتقول تقعد تفكر هل الدائره دي افضل من الدائره دي ولا دي هي اللي افضل منها وعلى قد ما تقدر تقول هو الناس اللي بتظهر في الجيوغرافي على قد ما تقدر تقاوح على الدائره بتاعتك على قد ما الفرص ان هي ايه؟ الناس تستعملها. حط اقتراح زي ما انت عايز قول بقى اقعد اجرب واشوف ان دي النويز احسن من دي، لا بلاش النويز يمكن تطلع الباور يمكن تطلع ما اعرفش ايه. حاجات كتيره قولها وقول لي ايه اللي يحصل. ماشي قول ايه اللي يحصل لو الكلام ده يعني حطينا دي وحطينا دي. اي اقتراح من عندك ممكن تقول ان دي احسن عشان سيمبل وستريت فورورد حط له بس فلتر وراه مين؟ الهوب اب جاي واحد تاني قال لك انت ما نحط الفيدباك فيه كباستور بدل ما نحط ريزيستنس ونشوف ايه اللي هيحصل يا ترى دي بقى فيها مشاكل قد دي دي فيها حاجات احسن من دي اقعد فكر لي كده في العلوم انما اللي موجوده في الكتب دي يعني لو فكرت تعمل هوب اسفلتر بالطريقه دي يعني ايه يهدموك شويه ولكن من ناحيه الفانكشن اه لكن من ناحيه الاوبريشن انها سليمه للاخر لا يعني فيها مشاكل ثانيه خلاص تطلع بقى الاستابيليتي زي ما دخلت السيكشن بتاع الاسبوع اللي فات قعدنا نناقش مع بعض معرفش في طلب منهم دلوقتي ولا لا في حته الفيدباك ريزيستنس اللي كانت راجعه يعني في اللارد دايجرام اللي طلعت لكم في الشيت اتمنى بس المعيد المعتاد اللي هنا يلاقونا في باي سكشن اللي لما كان حاطط ريزيستنس كده الناس فاكره ازاي المساله دي دي طلع ملهاش دور في المعادله خالص. طب قعدنا نتكلم بقى مع بعض شويه طب حطينا ليه بقى؟ لما هي ملهاش دور في المعادله الناس حطها ليه يعني؟ زياده المقاومات عنده مش عارف قلتها فين فراح حاططها مثلا اكيد ليها لازمه فقعدنا نحط اقتراحات بقى استابيليتي لا مش عارف ايه قعدنا نحط شويه ايه؟ جايز لما افتح لك باب الاجابه جايز يكون دي من فيها ار وسي في الفيدباك تفرق عن مين؟ عن دي اللي فيها الفيدباك مين؟ اردس. جايز وجايز ده تقعد بقى فكر يعني ايه الميزه ده عن ده ايه الفريع عن ده واسال المعيد زي ما انت عايز بس ما تسالنيش انا لان انا ما عنديش شرط. ماشي؟ ماشي ما هو مش مشكلة يعني أنا قصدي كده عدد
لا يعني من ناحيه اختيار المكونات والبتاع ما عندناش غير واحد بس لو بتتكلم عن المكونات ان دي فيها كم مقاومه؟ ثلاثه ودي فيها كم مقاومه؟ اثنين يعني ممكن ترد على نفسك تقول بس ان دي فيها ميزه ان هي مقاومتين ودول كام؟ ثلاثه مثلا يعني انما من ناحيه اختيار القيم هم هم يعني ممكن تتصرف ما عندكش اختيار الاختيار يعني الاله دي حاجه ثانيه خلاص؟ برضه عشان افتح لك باب الحل شويه هل ينفع؟ هل ينفع وده كده يبقى قدامك انك تقول ان الترانسفير فانكشن من هنا لحد هنا هي كائن دي مش موجوده؟ لا يعني هل ينفع هل ينفع في الاناليز انك تقول في اوت واحد على في ام هي واحد على اس سي على ار زي كام؟ واحد على اس سي صح؟ ما ينفعش ليه ما ينفعش بقى؟ لان في لودنج جاي منين؟ من اللي جاي هنا صح كده؟ يعني دي بدايه فتح الكلام شويه اهو ممكن تضحك عليا بقى وتقول لي ايه؟ طب ما دي جراوند ودي مين؟ فيرشوال جراوند اذا دي هتبان بدل مين؟ السي هنا ده يبقى كان الترانسفير مش هتتكتب ازاي بقى؟ ار او سي يعني بدل الار واحد على ار بدل او ار واحد بدل السي زائد مين؟ ار ده كله الترانسفير فانكشن بتاع مين بقى؟ بتاعت الجزء الاولاني، وبعدين اضرب في مين تاني؟ في الترانسفير فانكشن بتاعت اللي جاي. اذا معناها مين اللي هيدخل معاه في تحديد الكادوف؟ الريزيستنس اللي اسمها ايه؟ يبقى انت دخلت نفسك في متاهه كبيره بقى اللي هي ايه؟ ان الكونتراديكشن او الكونفليكت اللي ممكن ينشا بين مين ومين بقى؟ بين ان يطلع لك الاكسبريشن بتاع الهوم اللي فيه مين؟ ار واحد والجين بتاع الام اب اللي ورا في مين برضه؟ ار واحد يا ترى بقى هينادوا بعض ولا الدنيا هتمشي سلسه؟ نشوف يعني دي كلها اكواد فتح الاجابه يعني. مش قلنا في المحاضره فات فيرتشوال جراوند ما اقدرش اعملها ان هي جراوند لا ما احنا لو قلنا الطريق اللي ماشي هيتقسم كده ويتقسم كده اهو بس احنا بنعتمد على ان انت ايه؟ يعني ده هيلف في الدايره ويرجع في ريزيستنس صغيره. ما انا عارف ان الجراوند ده مش هو الجراوند او النقطة دي اللي هي الصغيرة دي مش هي النقطة اللي هنا. فأنت عشان تخلص من هذا المطار مش هتحط فيه اسمها دلتا وتكمل حاجة. ما تقولش انها زيرو. بس أنت تكتشف إن اختيارك للأوب أمب من دي أوت ريزيستنس صغيرة أوي بيخليك تقول في الآخر أبروكسيمتلي كأن دي إيه؟ بدل دي. بس طبعا صح لو عايز تعمل الكلام بدلتا صح لازم تكملها لإيه؟ للآخر. بس مبدئيا واضح إن دي هتأثر على اختيارك من إيه؟ للكاتوفري فانت بدات تخش في ايه؟ في شويه بروبلمز يعني الغير عدله تخلي بس ده كويس يعني انت بتفتح يعني اشمعنى لو انا استعملت ايه اللي إيه هضد فيها؟ ماشي؟ الفهم دي يا جماعه؟ دكتور خلاص بقى عشان ننقل قدام شويه لحاجه ثانيه عشان الفكره بتاعت ان انتم مصرين على ان تعطلوا المحاضره دي تفضل مستقره ما انا عارف انك مش متعامل والله قلت حاجه بس الادنى نظم الاسئله او تاجيلها شويه بعد المحاضره بقى احنا يعني برضه ماشيين متاخر حاجه احنا مش ماشيين بقوه قوي في المحاضرات دي الابلكيشن اللي بعده بقى اللي هو الاثنين ده هنسميه انتجريت هيبقى عندنا الدايره بتاعتنا هنا ماينس بلس ده التماسك ده ريزيستنس ده البي اوت ده الجراوند ده البي ان خلي بالك برضه الدايره اللي فاتت كنا مدخلين الانبوت على الماينس ولا على البلس ممكن انت تعمل زيه ايه؟ انك تدخل الانبوت على البلس عشان تخلص من اشاره ايه؟ من الماينس يبقى عندك الفيس شيفت بتاع ار سي بس يعني ده احد اللي ايه من الاوبشنز المقترحه في الديزاين هنا برضه اخدت الانتجريتور اهو على انه دايره زي اللي فاتت بالظبط في معانا اللي شايل مين؟ يعني لو حبينا بس يعني بس انا طبعا مش عايز اكتب دي كده ار 1 عشان لو سالتني بقى دي اسمها ار 1 فين ار 2 فمن الاول كنت كاتبها كام؟ فاحنا هنكتبها بس ار 1 دي عشان تبقى في ذهنك انك فاكر الدايره اللي فاتت. الدايره اللي فاتت كانت ريزيستنس اللي اسمها ايه؟ يعني كان انا زي اللي هناك بس شلت مين؟ ار 2 يعني كانك بتعمل اناليسيز اصبر على لما خلص الحتتين عايز اقول دول. ماشي كده يا جماعه؟ الانتجريتور ده من اصعب الحاجات اللي في الانالوج سيركتس وفي نفس الوقت هو اهم بلوك في الانالوج سيركت.
مفيش ديزاين انالوج الكترونيك الا لما تلاقي فيه مين؟ في 99% من الديزاين الانتجريتور. والانتجريتور للاسف لو ما تعاملتش معاه عدل مشاكله كتيره. مشاكله كتيره في الديزاين. فتعالى نقول بقى لو عندنا دايره زي دي كده نعمل لها اناليسيز عادي. ما عندناش اي قلق في الاناليسيز. مجرد برضه هتقول بقى بي بلس تساوي بي ماينس والاي بلس صفر. والاي ماينس لو صفر يبقى زي الاي ريفيشنال واي ار 1 زي الاي ريفيشنال واي سي. يبقى يعني بعد الرسمه اللي بنرسمها في الاول ديت تقول ايه؟ اي ار 1 يساوي اي سي والبي بلس تساوي بي ماينس تساوي صفر. ده اللي هي كده اللي انت بتمشي كده عشان تحل الايه؟ تعمل الاناليسيس التاني بالظبط. اللي فاتت انا يهمني بقى الحاجات اللي ما بتقاسش في الشتاء دي. اللي فاتت احنا عملنا اناليسيس في الفريكوانسي دومين ولا في التايم دومين؟ المساله اللي فاتت اللي هي اللي فاتت كنا عاملين كل واحد على اس سي ما اعرفش كل ده اسمه ايه بقى؟ يبقى انت قول كده ان اللي فاتت دي عملنا اناليسيس فين؟ ممكن تعمل زي الاناليسيس ده بس فين؟ في التايم دومين. هاجي هنا بقى اعمل عكس. على الرغم انك ممكن تعمل زي اللي فات قول برضه الاي دي اسمه ايه؟ في ام على ار واحد والاي ماشي اسمه ايه؟ واحد على اس سي مش عارف في ار ممكن تقول نفس الكلام. خلاص بيطلع لك اكسبريشن زي اللي فات او مختلف عنه شويه تشوف هيطلع لك رسمه عامله ازاي. بس الاناليسيس في الانتجريتور بتبان قوته في التايم دومين. خلاص يبقى نقول اللي هو بقى يوزنج التايم دومين. اناليسيس يعني هناك كنت ممكن تقول اسمه فريكوانسي دومين انا تعمل زي تايم دومين تجرب كده بايدك انك تشغل تايم دومين زي ما انا عامل هنا دلوقتي. هاجي اقول بقى كده اي ار 1 اللي هي في انبوت على ار 1 خلاص. اي سي بقى مش هكتبها زي دي هكتبها سي دي باي دي تي عشان تبقى في تايم دومين بقى. لمين بقى؟ للفولت اللي اكروس الكباستور في اتجاه مرور التيار. فالتيار ماشي كده يبقى الاوتبوت هيقيسه ازاي؟ كده يبقى كانها ماينس في اوت. طبعا لو طلع اشارة ماينس بره يبقى ماينس سي دي في اوت باي دي. اذا معنى الكلام ده ان في اوتبوت بيساوي نيجاتيف 1 على ار سي او 1 على ار 1 يعني في سي تكامل مين بقى؟ في انبوت دي تي. يعني احنا نودي سي هنا الناحيه الثانيه دي فيطلع لي ده تفاضل والناحيه الثانيه كميه. عشان اخلص من التفاضل اعمل ايه؟ انتجريشن الطرفين فطلعت ناقص واحد على ار 1 سي ايه؟ تكامل البي ام ودي تي. فهنا ظهرت بقوه علامه مين بقى؟ الانتجريشن. عشان كده ظهرت كلمه ايه؟ انتجريت. انت بقى تيجي على جنب انت كده بتعملها في البيت تعمل ايه؟ يوزنج اهو الاس دومين. خلاص؟ يطلع لك ان البي ام على ار 1 تساوي ماينس سي كام بقى؟ بي اوت على كام؟ على اس التايم الفريكونسي دومين بتاع المساله دي. يعني ده اللي اقول لك في الرياضه ان واحد على اس كانها ايكوفلنت لكام؟ للانتجريشن. يعني ان واحد على اس كانها ايكوفلنت للانتجريشن. فهو ده نفس الكلام كده. بس انا قصدت اعملها كده اهو عشان تبان كلمه ايه؟ انتجريشن قويه شويه. وبالمره يبقى عرفنا ازاي الفريكونسي بتاع التايم دومين ده لازم تحل فيه مسائل. النقط المهمه بقى يعني مش انا عارف انك انت شاطر في الرياضه والاناليسيس والحاجات دي ما عندناش دي في البدايه قوي. انما بقى تعالى بقى نتكلم اولا الانتجريتور بيبقى عايز ايه في الرياضه؟ الانيشال كونديشن مش بنكتب كده دايما زائد ايه في الاخر المفروض؟ بنقول زائد كروس. يعني لو في كم في الرياضه بتقول ايه؟ زائد كروس. الكروس ده ممكن تحسبه في المعادلات الرياضيه ازاي؟ تقول قيمة الفاريبل عندي زيرو، يعني لما الطاي يبقى يساوي صفر قيمة الفاريبل كانت كام؟ فالكونستنت ده احنا بنسميه كمان كسيركت انيشال كونديشن. يعني معناها ان انا عايز اقول كده ايه هو الفي سي ات تي تساوي صفر؟ الفولت على الكباستور بيساوي كام عند تي تساوي صفر؟ خلاص؟ طب انا ازاي بقى ازاي ابدا المساله بتاعتي في البراكتيكال بقى؟ يبقى لازم انا اجيب طريقه تعمل ايه؟ تحدد لي الانيشال كونديشن ده كام قبل ما افتح الدايره. والا لو عملت الكلام ده غلط الدايره مش مسؤوله عن ايه هتشوفه. لانك انت كانك قفلت هذا الترم ما حطيتوش في اعتبارك وانت شغال.
طب احسن حاجه الانيشال كونديشن تخليها بكام؟ زيرو. البيست كيس انك تخليها بكام؟ صفر. طب ازاي تخلي البدايه بتاعت الدايره دي انها بزيرو؟ الفولت بتاع الكباستور يساوي صفر قبل ما ابتدي اشتغل. اعمل ايه بقى؟ احط شورت سيركت. الزملاء بيقولوا نعمل ايه كده؟ نحط شورت سيركت. لو عملنا الوصله دي كده ضامنين الكباستور بكام فعلا؟ البي كباستور بكام كده؟ بزيرو، مش دي صفر؟ يبقى دي صفر زيها. وبما ان دي وصله دي عن طريق مين؟ الشورت سيركت، يبقى احنا ضامنين ان البي كباستور بكام ساعه البدايه او مش ساعه البدايه بقى؟ بصفر. الحل ده غلط في ايه؟ انه هيفضل صفر طول الوقت بقى. خلاص؟ يعني مش بس اللي هو انيشي. امال نعملها ازاي انيشي يعني؟ يبقى نحط السويتش بقى. الحل المثالي اللي جاي ده هو احطه ايه؟ احط السويتش كده. بحيث اد تي تساوي زيرو ماينس اللي هو قبل الصفر يعني اكون عامل ايه؟ اقفل السويتش. فيبقى كده ضامن ان الكباستور عليه فولت كام؟ صفر. يبقى الانيشال كونديشن بكام؟ بزيرو. وبعدين قبل ما ابتدي التشغيل اعمل ايه؟ افتح السويتش. بس السويتش ده كنترول اللي هو ايه بقى؟ الدايره المشهوره بتاع السويتش اللي هو كنترول اللي هو النص الترانزستور. يبقى هنا اروح جاي حاطط بقى نص الترانزستور اهو، ده يعني فيه كنترول بقى. ده كده اللي هو كنترول يعني. في البدايه خالص ببعت الكنترول ده هاي يقفل الدرين على السورس، يبقى الكباستور عليه شورت سيركت. اول ما اجي اشتغل اعمل ايه؟ ابعت الكنترول ده لو يفتح الدرين على مين؟ على السورس، ودي الدايره بتاعتي تشتغل. يبقى كده عرفت اتصرف في دايره مين او في الكلمه اسمها ايه؟ كروس. يبقى كان السويتش اللي محطوط اهو ترو فورس ان اد تي تساوي زيرو ماينس بيكتبوها كده دايما اللي هو قبل بدايه تشغيلك يعني الفي كباستور تساوي صفر. خلاص؟ لانه معانا قفله. لو حصل انك ما عملتش الكلام ده صح ممكن تبدا بان الكباستور عليه فولت هو الفي سي سي بتاع الوقت. خلاص؟ فلو جيت تبعت انبوت سيجنال الاوتبوت عايز يعمل ايه؟ عايز يتراك الانبوت بالمعادله دي يعني. يجي يعلى عن الفي سي سي مش عارف. يعني مش عارف يتصرف بقى لان انت ايه؟ بص على جامعه اهو. في سي سي. فكان لازم في الاول تفرجه عشان خاطر تضمن الوقت اللي نسيت. طب لو كملنا بقى الاناليسيس في الحته دي، انا لما اتجهت فيه حاجات مفيده الحقيقه. لو انا قلت لك بقى اهو البروبلمز اللي هي البروبلمز الشهيره قوي في الانتجريشن. البروبلم الاولاني بس الانيشال كونديشن قلنا نحط ايه؟ سويتش، يعني ما تعملش في البراكتيكال الانتجريتور من غير هذا السويتش. خلاص؟ وانت بتعمل ده براكتيكال ما تعملوش من غير ايه؟ السويتش. تعال بقى نقول البروبلم الثاني اللي محتاج علاج بقى. وات اهو. ويل اوف كير if ال V input is DC. يعني إذا كان ال input بقى جاي DC. إيه البروبلم أو بلاش نقول البروبلم، جايز ما تدفعش البروبلم. إيه اللي هيحصل لو كان ال input بتاعي DC؟ إيه لو ال input اللي داخلي ده هو DC؟ ال output دي بقى عامل إزاي؟ امشي حتى مع المعادلة. تكامل ال DC. تكامل ال DC هيطلع إيه؟ يعني لو فرضنا ان في انبوت مثلا في نظام بيساوي 1 فولت مثلا، يبقى في اوتبوت هيطلع ايه؟ ناقص 1 على ار سي كام؟ تكامل 1 فولت دي دي زائد صفر. ده بتاثير مين ده؟ السويتش اللي حطيناه. هتطلع الكلام ده ويطلع ناقص 1 فولت على ار 1 سي تكامل دي دي اللي يطلع دي. النقطه او المصيبه يعني ان التايم ما بيقفش. يعني التايم ده على طول شغال يعني. يبقى اكيد بعد شويه طال الزمن او قصر زي ما بيقولوا يعني. يعني عدى يوم، شهر، دقيقه، ثانيه، مايكرو سكند. المهم في الاخر المعادله دي هتروح فين؟ في ده ماينس في سي. يبقى ده كده اقوى اهو. كده اهو ماينس في سي. في الاخر هوصل ليها، مفيش فيها حاجه يعني. يبقى لو فتحت الباور وفتحت الباور بتاع الدايره دي الاقي الاوتبوت مع التايم عامل ازاي؟ الاقيه عامل كده. بادئ دي سي لينير كده لحد فين؟ لحد بعد ست التايم يقف على كام اهو؟ ماينس دي سي. انت للاسف ما بتشوفش دول بعد الاسوسكوب الا اذا كنت جايب ستورج اسوسكوب. خلاص اول ما تفتح الاسوسكوب او تفتح الباور بتاع الدايره هتشوف مين بقى على طول؟ اللي هو ماينس دي سي سي ده بسبب ان الحته دي بتاخد حوالي شويه ملي سكند. احنا طبعا في وقت الدوائر الالكترونيك بنتكلم على ان اليوم او الشهر ده هو ايه؟ انه ملي سكند لان الازمنه عندنا بالمايكرو.
فيبقى الميلي ده كانه بالنسبه لنا ايه اللي هو ايه كان احنا عدى فتره طويله. فهو بعد شفت الميلي سكند هتلاقي دي وصلت اتجاه. فدي على السيميليتور هنشوفها عن طريق اللي اسمه اللي هو بقى ايه ترانزيانت اناليسيس او حاجه كده اللي هو بيحاول او الاي سي سويت اللي هو جيب لك السيميليتور يجيب لك الحاجات اللي هي في البدايه خلاص. فدي بروبلم طبعا ممكن تناقش هذا الحل بطريقه ثانيه بايه؟ ان اد دي سي الكباسيتور ماله؟ هو بيتسرق. طب هو لو الكباسيتور هو بيتسرق يبقى الدال دي شغاله ايه؟ مفيش فيدباك. يبقى شغاله ايه؟ كومبارتور. لو هي شغاله كومبارتور الاول ده يطلع كام؟ يا بي سي سي يا ماينس بي سي سي. طب لو هو البي ايه ممكن في المثال ده واحد فوق يبقى الماينس عليها واحد والبلس عليها كام؟ زيرو. يبقى الماينس اعلى منين؟ من البلس. فالاول كان هيروح لمين؟ يبقى طريقه اخرى بس تبقى انت لنفسك بقى كده انظر ابروش لفهم دي انك تقول اد دي سي كباسور هيبقى ايه؟ هو من سيركت فيبقى مفيش فيدباك يبقى الاوتبوت هيطلع بتاع كومبارتور يا بي سي سي ايه؟ يا تاخدها بالطريقه دي يا تاخدها بالطريقه دي. تقول لي طيب ما نبعتش دي سي يعني كان معناها الانتجريتور ده احد المشاكل الصعبه اللي يقع فيها ايه؟ انك لو دخلت له دي سي يبقى ما ندخلوش دي سي. خلاص؟ يعني ابسط حل ناخده نقول لك ما ندخلوش دي سي. افرض بقى واحد كان عنده بقى كده سيمتال جاي له السنسور عمل ايه؟ جايبه من السنسور كده نصيبه يعني بقى الخطر اللي جاي في الشارع عمل كده. دي عليها ايه كده؟ عليها دي سي غصب عننا احنا عليها دي سي. اذا الانتجريتور هنشوف قدامه اي سي زائد دي سي. الانتجريتور لينير فانكشن ولا نون لينير؟ لينير. يبقى يعمل سوبر بوزيشن يبقى كانه هيكمل الاي سي ويكمل مين؟ كمل الاي سي زي ما انت عايز بس في الاخر تكمل دي سي هيبقى فين؟ عند الماينس دي سي. اذا دي فيري بروبلم بروبلم مش طبيعية تحصل كتير في الجرافيك لازم تواجهها. في طلبة قالت ايه لما سألناهم السؤال ده؟ نشيل الدي سي اللي داخل عندنا. يعني قول كده قال لي في سكة الانبوت قال كده في سكة الانبوت واحط الكباسيتور. يعمل ايه الكباسيتور اللي حاطه في سكة الانبوت؟ هيشيل الدي سي. حلو؟ كأنه عنده ورم وشال حاجة عايز يفوق منها يعني. ده مش الدي سي دي معلومة في الإشارة اللي جاية؟ دي الدي سي ده هو معلومة. دي معلومة جاية دي مش حاجة كده يعني إيه جت في السكة ومش عايزها. دي معلومة الإشارة جاية لي كده معنى إن أنا شفت الدي سي اللي فيها كأن الإشارة اللي جاية لي عاملة إزاي؟ كأنها عاملة لي كده صح؟ هاخد قرار مضاطر يعني هاخد قرار مضاطر بناء على دي على طول لأن كده في معلومة ضاعت مني. خلي بالك الدي سي في السيجنال معناها ايه؟ الاشارات اللي ترددها ايه؟ قليل. يعني لما بقول لك في دي سي في السيجنال كان ده مين؟ الاشارات اللي في السيجنال اللي ترددها ايه؟ ضعيف قوي لدرجه انه قريب من ايه؟ من الدي سي بس هو تردد قليل قوي يعني. فدي معلومه موجوده. دي معلومه موجوده زي رسم المخ كده بلاش رسم القلب اللي اتكلمنا عليها قبل كده. رسم المخ بيطلع حوالي 20 هرتز. الترددات بتاعة المخ ده الناس بتوع المخ ده لما بيطلعوا الناس معاك دي اهو بيقول لك هو ده عين العقل تمام انت واحنا فاكرين النويز لما مره عملنا لهم جهاز زي كده اقول لهم دي نويز يقول لك لا هو رسم المخ بيطلع كده خلاص انت حر انت شايف ان هي كده خلاص لكن احنا كنا حاسين ان السيركتس اللي سيجنال مش ايه مش بتاع حاجه ليا يعني لكن طلعت في الاخر ان هي الشفاطه دي هم فاهمين اللي هي رسم المخ ده لما قعدنا نعمله اناليسيس في النيروس دومين طلع تقريبا 10 هرتز ال 10 هرتز دي كانها تردد عامل ازاي بقى؟ لو بنتكلم على اللي عندنا في الطب الكيلو ال 10 هرتز دي بقى كانها ايه؟ كانها زي الدي سي فاوعى تفقد معلومه الدي سي الا اذا كنت انت مش عايزها. خلاص؟ طب انا مصر بقى ان الدي سي يدخل معايا يبقى ما يتحطش بقى. نعمل ايه بقى؟ هاو تو سولف البروبلم جيفن ذات انك ما تشيلش الدي سي اللي داخل. سيركت معانا بقى في الاوتبوت ترجع تاثير الدي سي ده. ما انا مش عارف. سيبكم بقول له حط الكباسيتور في الاول يشيل. وبعدين بعد ما نكمل يعمل ايه؟ يعني كان خلصنا من الحته اللي عامله قلق. وبعدين عملنا ايه بعد كده؟ رحنا جامعين على اللي طلع مين؟ الدي سي اللي كان داخل عشان ما نفقدوش. طب انا مش عارف. ما هو ده اللي بيقولوا نجمع عليه دي سي. طب عشان
ما نجربش كيف في النقطه دي حط الحل وقارنه. بس هو الحل اصلا لو انا مكانك يعني هعمل ايه بقى؟ اقول والله ما هو المشكله جايه من ان لما البي سي يدخل التبسم يبان ايه؟ اوبن سيركت. طب ما انا اروح بقى حاطط عليه بقى الايه؟ ريزيستنس اسمها ار دي. يبقى لما يبقى عندي دي سي بقى داخل التبسم يبان ايه؟ اوبن سيركت. الفيدباك انقطع ولا موجود؟ موجود هنا مين بقى؟ ار 2. اذا مش هيحصل لي موضوع مين؟ ان انا اوصل لمين بقى؟ لماينس في سي سي، خصوصا لو انا اخترت ار 2 على ار 1 بحيث لما اضربها في الدي سي يطلع فاليو ايه؟ ليميتد، يعني مش في الاخر برضه قلنا له الحل ده عامل ايه هو بقى كده؟ قال لك نحط ريزيستنس، بس من جهله بقى عمل ايه؟ راح مختار الريزيستنس بحيث ار 2 على ار 1 في الدي سي تطلع على السبلاي بتاع الوكام. بقول لك انت ضحكت عليه، قلت لك المقاومه مش هتطلع لنا دي سي، طب ما انت مختار غلط. اختار ار 2 على ار 1 في الدي سي بتاع الانبوت بحيث يبقى الاوتبوت اللي خارج نتيجه ده كام؟ اقل بكتير من ايه؟ من البي سي سي. انت اللي اخترع كده في ايديك يعني. فاحنا هنحط ار 2 ونحط سويتش عشان يضمن الانيشال كونديشن، وار 2 عشان تضمن مين؟ يبقى دي اهي تو سولف البروبلم اوف الدي سي. انا هكمل بس وبعدين يبقى في الاخر سلم بعد المحاضره. لان انتوا خلصتوه على انتجريت وما كناش قاعدين كده. بس بص بقى اللي طلع قدامك ايه؟ عشان كده اتعملت عملنا ايه في الاول؟ ان دي اسمها ايه؟ ار 1. عشان كنت فاهم ان انا في اخر المحاضره اعمل ايه؟ هحط لك ار 2، فقلت من الاول كده احط لك ار 1. خلاص؟ بناء عليه بقى بعد ما حلينا طبعا لو قلت لك هات الدي سي كده هنا يطلع مين؟ نيجاتيف ار 2 على كام؟ عايزك انت تعمل تايم دومين لدي. احنا استعملنا التايم دومين لمين؟ لدي من غير مين؟ ارفض. تعملها انت تايم دومين بايه؟ اقول لك انا بقى دومين انا لسه ايه لسه عامل تايم دومين فعرفت منه اعمل لك دي فريكونسي دومين. الجديده ده ايه؟ طب الجديده دي شبه مين؟ مش دي بالظبط اللي انت لسه ماسحينها دلوقتي اللي هي دي بتاعتها ده؟ مش دي هي دي بالظبط؟ اذا مدر الالم قلبت الانتجريتور بقى ايه؟ ما احنا لو عملنا التعديل ده اهو تقريبا ده يبقى اداؤه زي مين؟ زي اداء اللو باس فلتر. فتقريبا قول لي بقى انت هو انتجريتور ولا لو باس فلتر؟ انت لو تخليه ايه بالظبط؟ هو ده ولا ده؟ ردك على السؤال ده ايه بقى؟ سويتش ده عشان تحل الاشكال ده. عشان كده تعمدت اشرح لك مرتين، مره بالتايم دومين ومره بالفريكونس دومين من غير الريزيستنس. الرسمه بتطلع عامله ازاي بتاع ماجنتيود الاوت على الانبوت؟ مش عارف كنت عامل لك على مين كده واحد على اس سي مش عارف ايه. لو رسمت ماجنتيود في اوت على بي تطلع ايه؟ تطلع لك ايه؟ طب تبع الانتجريتور من غير مين؟ ار 2. لو حطيت ار 2 تبقى رسمه شبه مين؟ شبه دي. بص لدي بقى وبص لدي وقول لي امتى الدايره تنفع تبقى انتجريتور وامتى الدايره تنفع تبقى لو وصلت. يعني هي الدايره واحده يا دايره واحده. الرسمه دي بقى اللي هي بتاع الانتجريتور دي كده الكاركترستكس اوف انتجريتور. شبه مين هناك في الرسمه اللي هناك دي؟ شبه الخط اللي هناك ده اللي هناك ده اللي هو بعد مين؟ بعد معناها بقى لو الاوميجا اعلى بكتير من اوميجا سي انت شغال ايه؟ انتجريتور. يبقى اف اوميجا اكبر بكتير من اوميجا سي 10 مرات مثلا او 20 مره 30 مره يبقى السيركت اهي از انتجريتور. لو اوميجا اصغر من اوميجا سي السيركت از فيلتر. مين اللي هيتحكم في اختيار اوميجا سي بقى؟ او طبعا ما تقوليش انا هظبط الدايره الاول على اوميجا سي وبعدين نشوف التردد اللي جاي ينفع يبقى انتجريتور ولا لا؟ ما تنفعش كده. انت بتبقى عارف المعلومه الاولانيه هي مين؟ اللي جاي الاوميجا بتاعته كام؟ فانت على اساسها الديزاين مين بقى؟ واحنا طلعنا اكسبريشن اوميجا سي اللي هو كام؟ واحد على 2 باي مين؟ ار 2 في سي. يبقى معناها بقى لما تشوز الار 2 في سي سانشيزات ان اوميجا سي ده رقم معين. خلاص؟ اختاره حسب انا عايز يبقى فلتر ولا انتجريت. انا ابقى عارف اوميجا كام. يا اما الديزاين دي اقل من دي عشان اقدر اشتغل كانتجريتور، يا اما الديزاين دي اقل من دي عشان اضطر ان انا ايه؟ اشتغل كاني اللي هو لغه صفر. واضحه دي يا جماعه؟ خلي بالك دي
البروبلمز الاساسيه اللي موجوده فين؟ بدايه الانتجريت فاينلي. بس الاول لا ما هو الانتجريت مع الايه؟ مش هتعرف لان انت المفروض كان عندك بروبلم حقيقيه لما تبقى شغال معاك دي سي مع الترددات القليله هتتوصل للانتجريت. لا ده كل الكومبوننتس اللي اقل دي هتعمل لك بروبلم اللي بتدي لك التباسل ده كانه زي الفيدنس عاليه قوي. فخلاص يبقى كانك تطلع الامر زي دي سي سي مثلا فلازم تختار. انت ممكن انا ايوه ما احنا بنقول لا بنقول الدي سي هيطلع من ايه بقى؟ اللي هو جيم الدي سي فالدي سي ما اتفرقش منك تمام يا جماعه بينبه نقطه مهمه. معنى كده ان احنا خلينا الترددات اللي هي عاليه بالكامل لكن الدي سي اللي جاي في الاشاره ماله؟ ما عملوش تكامل. طب ما احنا كسبانين ليه؟ لان هو اثناء الدي سي الدايره دي بلاقيها جيم كامل. يعني الدي سي اللي معايا في الاشاره ضاع منه ولا خدته؟ خدته. ما هو انا خدته في البريش على الارض. يعني الدي سي اللي داخل الضرب في مقطوع الارض يطلع لك اوت. الدي سي اللي داخل هيتكامل ويطلع لك نتيجه التكامل. يبقى المعلومتين مالهم؟ عندك ما ضاعوش منك ولا حاجه. هي الاختيار بس بتاع ار 2 هو اللي هيفرق معاك. هو التحكم في اوميجا سي عن طريق ار 2 في سي ولا عن طريق ار 2 بس؟ قول لي ردك على الاجابه دي او على السؤال ده. يعني لما اجي اختار اوميجا سي اصفقها عن طريق ار 2 في سي ما تقوليش عن طريق مين بار؟ هو عن طريق مين؟ ار 2 في سي ولا عن طريق مين؟ ار 2 فقط. واللي هتختارها بناء على مين؟ يعني مين البارامتر اللي هيحكمها لك؟ لو انت اخترت ار 2 في سي معاك اهو عشان يظبطوا لك اوميجا سي كام؟ ماشي كده؟ هتفقد مين؟ انت كده ظبطت الاوميجا سي صح بس حطيت كونديشن على مين؟ على الكباسل. مظبوط؟ بقى قلت لازم سي كسر صح؟ لو حطيت سي برقم معين تيجي تشتغل كانك انتجريتور بقى. مش المعدل بتاع الانتجريشن كان داخل فيها ايه في الترم بتاعها؟ واحد على ار 1 في سي. مش الانتجريتور كان ماشي واحد على مين؟ ار 1 في سي في التكامل. لو سي دي اصبحت فورست من المعدل الاولاني اصبح اللي تحت الشرطه بتاع الكسر دي اصبح كنترول بمين؟ بالاروع. ففقدت ديجري اوف فريدم زي ما بيقولوا يعني. امال تعمل ايه انت بقى؟ اظبط التكامل بتاعك عن طريق مين؟ الار 1 في سي كانك انتجريتور عادي. وبعدين تعمل ايه بقى؟ يعني خلاص اخترت ار 1 واخترت سي سبش ذات الانتجريتور اشتغل بطريقه عاديه كان ما عندكش بروبلم اسمها ايه؟ دي سي. كان ما عندكش بروبلم اسمها ايه؟ دي سي. اظبط الانتجريتور عادي ده وبعدين خد الارقام اللي طلعتها وعرف بيها فين؟ في المعدل اللي فوق. فبقت سي معروفه يبقى مين اللي مجهول؟ قول بقى انا احط ار 2 بكام بحيث اوميجا سي تطلع بالترتيبه الفلانيه. خلاص؟ يعني واضح انك ماشي ازاي في الديزاين لان دي مهمه قوي. بختار الانتجريتور الاول هيشتغل ازاي عن طريق ار 1 في سي. اخد السي اللي انا جبتها من هنا اعوض بيها فين؟ في المعدل اللي فوق وعن طريق ار 2 اظبط اوميجا سي حسب ما انا عايز بقى. اشغله في الناحيه بتاعت الانتجريتور ولا اشغله في الناحيه بتاعت الفلتر. قبل ما ننزل النقطه دي عشان ارد على زميلك ده معناه ان لو الناس تراديشنال كده قاعد يقول هو المحاضرات سواء الكترونكس او كوميونيكيشن او كنترول ان اللو باس فلتر هو الانتجريتور والانتجريتور هو اللو باس فلتر ما تبقاش زعلان. يعني في كل شويه يقولوا ايه؟ احنا حاطين انتجريتور. وتلاقيهم هم قاعدين بيتكلموا يقول لك الانتجريتور ده كان شغال زي مين؟ زي اللو باس فلتر. تيك كير ان الانتجريتور هو فعلا زي مين؟ زي اللو باس فلتر. واضح؟ هرد عليك عشان بس ان احنا اللي بيسموها البرنسبلز او البيزكس يعني. هو الانتجريتور بيديك مش حاجه اسمها الافرج. يعني الانتجريشن ده كرياضه بيعمل ايه؟ بيعمل صم صح؟ اللي هي تحت الكيرف وبعدين نسمع على ايه؟ على الميريو. يبقى كانه ده الافرج صح كده؟ الافرج يمثل ايه بالنسبه للسيجنال؟ الترددات القليله ولا الترددات الكبيره؟ الواحد عايز يجيب متوسط بتاع حاجه. يبقى ده بيجيب له ايه؟ الترددات القليله. طب اللي هو اصلا بيعمل ايه في الحقيقه؟ بيعدي الترددات القليله. لان هو فعلا الاكشن بتاع الانتجريتور زي الاكشن بتاع مين؟ بتاع اللو باس فلتر. انت بقى في البيت اعمل يعني حاجه احسن منها بقى. اقفل الار مكان السي والسي مكان الار. يعني بتعمل ايه؟
يفضل السيجنال بدل ما ايه؟ ما يعملها تكامل. فاينلي بقى كده لو جبت لك دواير انتجريت وديفرنشيتور جوه الانالوج سيستم تستعمل ده امتى؟ وتستعمل ده امتى؟ لو انا جبت لك سيجنال عمل ايه؟ اللي هي زي رسم القلب واللي باي انتجريشن تطلع عامله ازاي؟ يعني لو واحد ادالك الاشاره دي وقال لك اعملها تكامل التكامل لسه قايل هو بيطلع ايه؟ تقريبا الافرج صح؟ هياخد الجميه دي والجميه دي ويقسم على مين؟ على البيبي تطلع السجن عامل ازاي لو انت عملت دي كده كراسي؟ طلعت عامل ايه؟ اللي هو بقى بيشوفوه على المونيتور لما ايه؟ لما البني ادم اللي بيرسموه الهد ده ياكل مات. يعني الانتجريشن هيعمل ايه على طول في الرسمه؟ هيموت الايه اللي هو بيرسمه رسم القلب. تعالى بقى قول لي اعمل دي ديفرنشيت. اعمل دي كده ديفرنشيت. الديفرنشيت معناها ايه في اللي هو بياخد الايه؟ الارتفاع الراسي مش ده تفاضل؟ الارتفاع الراسي على مين؟ على البعد الافقي مش ده تفاضل كده بالايه؟ بالتبسيط بتاعه يعني؟ طب دي طلعت لفوق في فتره ايه؟ يبقى الديفرنشيتور هيطلعها عامله ازاي؟ عمال كده والدول دول يبقى ازاي في الديفرنشيتور؟ يبقى لي كده مفيش حاجه خالص. ده كده الجماعه اللي بتوع رسم القلب بيفضلوه يقول لك انا شايف حاجه نظيفه بقى انا اقدر اقيس هنا من هنا لهنا كام؟ واقعد اظبط بقى الريت بتاع الضغط ده واشوف ده طالع صح ولا لا. اذا اللي بيعملوا الديفرنشيتور للاي سي جي بيطلعوا نتائج ايه؟ يقدروا يستفيدوا من الانتجريشن ده. لو جيت بقى في المقابل جبت لك سيجنال وعليها السيجنال بتاعتي ودي بالنسبه لي نويز. قول لي باي ديفرنشيتور بتطلع ايه؟ وباي انتجريتور بتطلع ايه؟ يعني عندي سيجنال وعليها ايه؟ شويه نويز. يعني انا بدل ما جاي لي ساين ويف عامله كده جاي لي ساين ويف عامله كده. اهي. اوعى تفتكر ان دي ساين ويف ايه اختراع احنا واقفين دلوقتي. احسن الحياه تقول لك ايه انا طول عمري باخد المعمل واشغل السيجنال جنريتور اشوف الساين ويف نظيفه خالص اشمعنى انت جايبها لنا كده مكلكعه دي 220 فولت اللي جالك على خط التيارات اللي هم بيقولوا عليها ساين ويف تطلع عامل ايه؟ لو شفتها على الميكروسكوب بس ما انصحكش تعمله بقى طبعا لان 220 هتلاقي عامل ايه؟ خلاص؟ فدي سب نويز موجوده على الساين ويف. قول لي باي انتجريشن بتطلع ايه؟ وباي ديفرنشيشن بتطلع ايه؟ الانتجريشن هيعمل ايه على طول؟ خلي بالك بقى المسافات دي صغيره قوي صح؟ الامبليتود بتاعها ايه؟ صغير جمع واقسم على الايه؟ الشكل المشرشر ده ايه؟ ما ينفعلوش تقسيم يعني كده السيجنال هتبقى حاجه كده. خلاص؟ اللي هي لو انت عملت انتجريشن يعني لكن لو عملت ديفرنشيشن لو عملت تفاضل دي بقى يطلع ايه؟ كل ما يلاقي الشرشره دي يعمل قصادها ايه؟ خدت زمن صغير يطلع قصادها ايه؟ تفاضل بقى يطلع لك بيه يطلع لك السن العملي ده ما يقدرش يشوفوه خالص. يبقى اذا لو عندي نويز في الاشاره ادخل السن على ايه؟ على انتجريت. لو عندي سيجنال انا مهتم بالتغيرات اللي فيها ادخلها على ايه؟ ديفرنشيت. حاجه الاخيره من الديفرنشيت الان ستيبل سيت. ان ستيبل سيت يعني لما تيجي تحطها في الدواء في المعمل تلاقي لو ما ظبطتهاش عين تلاقي الدنيا دي بتطلع سايبر بتاعتها ايه؟ اللي هي ايه؟ بتطلع لك اللي هي زي اوسيليتور يعني الديفرنشيتور لو ما ظبطتوش كويس يوسيليت لان ده يبقى ان ستيبل. خلاص؟ لانه بيعمل ايه على طول؟ كيف الجمله ايه؟ بيلاقي التغير الصغير يعمل ايه؟ يعمل لك فرق كبير قوي يبقى معناها ان هو الدايره جاهزه ان هي ايه؟ اللي يجوزها نفسها كده للبلد بتعمل ايه على طول؟ هو التفاضل بيعمل ايه؟ مش بيجيب التغير الصغير يعمل ايه؟ يبرزه قوي يبقى معناها الدايره ده لو اي حاجه صغيره جت ناحيتها تعمل ايه على طول؟ تروح مطلعه لك اول دكتور عندك. فتكتير في شغلك في المعمل او في العمل يعني الدوائر دي تحطها ايه؟ فاينل بقى كده يا جماعه خلينا خلصنا كل التطبيقات اللينير سنتنس على هي الفيدباك. لكن بعد كده بقى اتمنى انكم فيه ان يبقى عندنا نون لينير يعني كل ديت ار وسي. طبعا انت فكر في البيت تحط ولد الكباستور ده ايه؟ ايه اللي بقى؟ شوف هيعمل لك ايه هنا؟ خلاص؟ مره تحطه هنا ومره تحطه هنا. فاحنا نعتبر متاخرين. ماشي كده؟ راح بس عشان نخلص من الجنب الجمله اللي انتوا قلتوا لي وانا داخل المحرر.
دكتور احمد مالك يا اما خطا في الفهم يا اما صح حتى في